الحلو بقى في موضوع فقدان الذاكره ده ان 90% من الحالات بتبقى مؤقته، يعني ممكن لو تعرضت لصدمه جديده كده ممكن ترجع تفتكر عادي جدا. بحاول. حاول ايه بس ركز معايا بقالي ساعه عماله بشرح له. حاول. ركز معايا تعبت. كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك يعني انك لو تعرضت لصدمه جديده ممكن ترجع تفتكر عادي جدا. صدمه جديده؟ ايوه. طب تاهت والجناح. ايه؟ احنا ننزل دلوقتي على الطريق. وانت تيجي بعربيتك وتصطني تاني. يا رجعت لي الذاكره يا تشانيار. حرام عليك بقى ما تضحكنيش ابو سيدك. ليه ما تضحكيش ليه؟ عشان ده مش موقف اضحك فيه يعني. انت فاقد الذاكره يعني انت مصيبه على فكره. يا ستي اضحكي. هتبقى مغمجه من كله. على الاقل نشوف ضحكتك اللي بتنور الضلمه دي. طب قولي انت نزلت الصبح رحت فين؟ انا صحيت الصبح ما طايقش الحد. اه. قلت انزل اتطلع في وشوش الخير. يمكن اعرف حد او حد يعرفني. كنت هرجع تاني لولاش ان الحكومه جبطوني. منك لله سقلانس. منك لله. يعني ايه سقلانس؟ سقلانس تقريبا الهدهد الحديد. يا ساتر يا رب. يا رب. لا لا لا. يا ساتر يا رب. نهار اسود. شمس. شمس. ايوه يا علي. ايه يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ كله كويس. بقول لك يا شموس انا عايز فلوس. عاوز كام؟ 350,000. ليه يا علي؟ كتير قوي. كتير. طيب تمام. يعني اعتبر ان انا ما طلبتش منك حاجه، انا اتصرف. سلام. تعالى هنا سلام. إيه؟ ايه؟ يا حبيبي انت اللي حيلتي وعمري في حياتي ما حشت عنك مليم. انت لسه واخد مني 150,000 جنيه، ووقتها قلت لي ان انت هتفتح مكتبه هتبيع فيها كتب دينيه وبخور وسبح. طيب ما ظبطتش معايا. وقتها كنت بربي دقنك لحد هنا ولابس لي جلابيه وبتصلي. فجاه ظبطت دقنك ولبست لي قميص وبنطلون واخدت مني 300,000 جنيه، وقلت لي هتستورد نباتات زينه من الصين. طب الشحنه كلها باظت في المينا، انا ذنبي ايه؟ مش بتاعتي. وعلى فكره انا مشروع الموتوسيكلات اللي انا داخله ده هيكسب، هيكسب وهيرجع لي كل الفلوس اللي اخدتها منك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تمد ايدك في كار امك وابوك وخالك. هو الشغل في الذهب والفضه يعلى عليه؟ اه انت حابه بقى تحكي في المحكي. انا قلت لك 100 مره لا بحب الشغلانه بتاعتك ولا بطيئها. خلاص بلاها شغل. اقعد في حضن امك. على الاقل احسن من الحق اللي انت عايش لي فيه. حق؟ اسمه استوديو يا حبيبتي. اسمها ايه؟ استوديو حبيبتي. استوديو. وفكك مني بقى، انا اصلا يعني مش طايق نفسي. واعتبر ان انا طلبت منك حاجه ولا عايز منك حاجه، انت اصلا اللي مكلماني وقلت لي تعالى، يلا سلام. لا تعالى. ايه ايه؟ استنى. استغفر الله العظيم يا رب. ما كمل الاول، ايه لازمته بقى الهري كتير يعني؟ هات. ايه 200,000. 200 كده فاضل 150. دورها واكسب وهديك الباقي. ماشي ماشي. المهم تكون بس مديهم لي بنفس. اوكي؟ باي يا حبيبي. باي يا حبيبي، سلام. خلي بالك على نفسك. ماشي ماشي. انا كلمت لك النهارده الصبح اكبر مركز مخ واعصاب عشان نروح نكشف، بس حضرتك اختفيت فما عرفتش اعمل ايه. فهكلمهم تاني بقى عشان نحجز بكره، ماشي؟ ماشي. تفتكري يا انسه ملك انا كنت صالح ولا فاسد؟ محبوب ولا مكروه؟ ليه اهل؟ ولا مقطوع من شجره؟ لا انا ما اعرفش، بس ان شاء الله هتفتكر. يا رب يا رب. طب انا عاوزه اناديك باسم. انا كل ما حد يسالني اقول له الراجل اللي خبطته، الراجل اللي خبطته. فعايزين نختار اسم كده. اسم؟ اه. تفتكر انا اسمي ايه؟ لا احنا مش نقعد نخمن اسمك ايه، احنا نختار اي اسم. اي اسم؟ اه اي اسم. مدبولي. وحش. وحش؟ وحش؟ قوي. درديري. ده اوحش من اللي قبله. اوحش من اللي قبله؟ اه. وحش دردري؟ قوي. وما فهمش ليه الاسمين دول اللي جم على نفوخي. مدبول، يكونش اسمي مدبولي دردري؟ يا ساتر يا ساتر يا رب، لا لا يمكن. طب بص انا عندي اسم بحبه قوي ومش منتشر، اقوله لك؟ اوعى تقول الشيم. لا. نوح. نوح؟ على اسم سيدنا نوح؟ اه. طب ما انا فاكر ان في سيدنا نوح. ها؟ ايوه ايوه، ما هو انا ضمن السيرش يعني اللي عملته. ضمن ايه؟ البحث اللي عملته. ان انت يعني هتبقى فاكر المعلومات الاساسيه والمهارات، عارف المهارات؟ البهارات اللي ايه؟ البهارات ايه؟
مهارات اللي هو السواقة اللغة. ايوه عارف. مالك واثق من نفسك؟ عارف. ايوه هم دول بس. نوح ابو ربنا زين اسمي نوح. بص لي بقى كده. ليه؟ اصورك احطها على السوشيال ميديا. استغفر الله. على ايه؟ لا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك والحاجات دي عشان ممكن اهلك يعرفوك يعني ويتصلوا بيها. اضحك. وانت كده بتضحك؟ بضحك. وات؟ شكلي بلط. ايه؟ وربنا شكلي بلط. ايوه. شكرا. بتعمل ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ هحاسب. انا ما اقبلش ان حرمه توكلني على حسابها ابدا. انا حرمه؟ ايوه حرمه. بكام الوكل ده؟ 3077 جنيه. الوكل مش المطعم. 3077 جنيه. الوكل المحروق ده ب 3000 وكام؟ 77. 77 يعني هي جت على 77 جنيه. اعتبري دين عليا. يا رب يا رب ترجع لي الذاكره جواب. لحسن انا اسبوع كمان كده هبقى مديون بنص مليون جنيه. بنت دي اتهبلت ولا ايه؟ الو يا حسن. يا حازم. حازم ايه؟ اخبارك ايه؟ عايز ايه يا فريد؟ قاعد مع الحاج ومش عارف اتكلم، في ايه؟ انا كنت شاكه بس ما رضيتش اكلمك الا لما اتاكد. اللي هو ايه يعني ما تخلصي؟ انا حامل يا حسن. حامل؟ حامل ايه يا فريده؟ انت هتستقبلي؟ انت كده هتبوظ لنا كل حاجه. طب اقفلي دلوقتي، اقفلي، انا مش فاضي. بكره نتقابل ونشوف هنعمل ايه في الليله دي. انت بتقول ايه يا حسن؟ بقول لك انا حامل. بابا؟ انا كنت حاسس. لا. اتاخري كتير والسهر والتليفونات. ده انت واحد ابوك شوده. شوده. تعرف ان انت دمك خفيف جدا يعني مش طبيعي يعني. ربنا يجبر بخاطر. انت الطيبه وقلبك كيف البفته البيضة. ربنا يخليك. صدق ان ربنا بيحبني اني واحده زيك تصدني. بقول لك ايه، انا بكره اعدي عليك الصبح عشان نروح للدكتور. ها مش عايز بقى اقعد الف ورق في الاقساب عشان تعبت قوي النهارده. افضل مرزي مش هطلع تاني. ملك الدنيا بره. استنى سكت. يا حسن